جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويد تلاوته. أكرم بقوم أكرموا القرآن وأقرأوا الأرواح والأرواح والأكتاب، إذا اختار الإله قلوبهم لتصير من غسل. الدورة الثانية عشرة. لقد قيض الله سبحانه وتعالى منذ نزول القرآن الكريم من يتكفل بحفظه، مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن مظاهر ذلك الحفظ أن زرع الله حب القرآن الكريم في المجتمع الكويتي منذ نشأته، فدأب أبناؤه قيادة وشعبا على الاهتمام بكتاب الله الكريم ورعاية حفظته، ولذا كثرت أوقافهم الهادفة لخدمته ونشر حفظه وتجويده وتعريف الناس بأحكامه. أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وهبوا له الأرواح والأبدان. مع تحيات إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت.